سؤال بيقول: في أوقات بحب أخرج فيها مع أصحابي، ولما أجي أقول لبابا يقول لي لأ، فبعند معاه وهو بيكون عاوز يمشي كلامه عليا. الخروج مع الأصدقاء دايما مشكلة دلوقتي بالنسبة لأهالي كتير. أولا رسالتي للشباب أنه قدروا القلق اللي بيكون فيه الوالدين. هو بابا برضو عاوز يطمن انت خارج مع مين وهترجع الساعة كام وهتروحوا فين، من حقه. وفي نفس الوقت يعني بابا عاوزك تعمل حاجات تانية غير مجرد الخروج مع اصحابك. عاوزك تقرأ كتب، عاوزك مثلا تواظب على صلواتك وانجيلك، عاوزك تساعد في البيت شوية. انما في شباب كل يوم بالذات في فترة الصيف بيخرجوا ويرجعوا 12 واحدة. طب هو البيت ده ملوش حق عندكم؟ يعني تاكل وتشرب وتنام وما تقدمش ايد تساعد ماما او بابا في حاجة؟ وهو يعني القراية ملهاش مكان خالص، الصلاة ملهاش مكان. برضو نصيحتي للاباء والامهات ان هم يتفهموا اكتر ما يؤمروا، بقدر الامكان يقولوا تعالى حبيبي نتفاهم، ارجع الساعة كذا عشان نشوفك، ناكل لقمة مع بعض، نحكي شوية، نعرف نصلي، تنام بدري بكرة عندك قداس، تعمل حاجة معانا. إذا التفاهم أفضل من الأوامر. لكن بفكركم يا شباب، اكرم أباك وأمك كي تطول أيامك على الأرض. بلاش حتة أن الواحد يعني يبقى بيرد على والديه أو ياخد راحته كده وكأنه يعني أهله ملهومش كلام عليه.